تقدم عن كرة اليد اللي الأهلي لا يبخل عنها وعن دعم ألعاب الصالات. مؤتمر صحفي عقد في النادي الأهلي اليوم لتقديم المدرب الدنماركي ماتسن المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد لتولي هذه المهمة مع الفريق ستيفن ماتسن اللي قدمه الكابتن خالد العوضي. حضر المؤتمر المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي. نشوف هذا المؤتمر وتصريحات ماتسن عند توليه هذه المهمة مع الأهلي. النهارده اكيد كل الناس بتسال الراجل وصل مصر ازاي او اختارنا ليه المدرسه الدنماركيه. المدرسه الدنماركيه دي من اهم المدارس اللي موجوده في كره اليد مع المدرسه الاسبانيه. الدنمارك ابطال عالم اولمبيات بيقدموا هاندبول مختلف شويه عن العالم. عندهم تقريبا زي مصر عندهم الاجريسيف جدا جدا في اسلوب اللعب. قدرنا نتواصل مع ستارت على طول مع مستر راسموس هو وكيل اعمال مستر ستيفن. بدانا المفاوضات دي من قبل تشامبيونز ليج قبل الراجل ما يلعب الفاينل باسبوع تقريبا. بدانا المفاوضات دي اخذنا في المفاوضات فتره شويه كويسين لكن فعلا انا شايف المفاوضات كانت سهله جدا جدا جدا. ان شاء الله اتمنى ان طموحنا كان جماهير النادي الاهلي. انا عارف الجماهير النادي الاهلي ما عندهاش يعني لا ينقطع طموحها. عايزين كل بطولات معايا وبيه باذن الله هنحقق بطولات ونستكمل مسيره ديفيد ديفيس. والنادي الاهلي دايما على الخريطه العالميه مع المدربين العالميين وان شاء الله باذن الله واللي جاي احسن نشاط رياضي. بطمن كل جماهير النادي الاهلي لاخر كلمه هقولها. بطمن جماهير النادي الاهلي دائما وابدا ان مجلس الاداره فعلا ويعني لو كنا في السوشيال ميديا بشوف حاجات كتيره وكلام كتير لا بتكلم بصراحه شديده هم سبورت 100% سبورت ان دايما النادي الاهلي يتحط على الخريطه العالميه عشان خاطر طموح جماهيره. Thank you for taking so good care of me. So so far I'm طبعا في الاول بشكر المقدمه بشكر سعيد على المقدمه الكابتن خالد على المقدمه الجميله دي وانا سعيد جدا وانا سعيد وعندي شغف كبير موجود في النادي النهارده. نادي من اكبر الانديه في افريقيا اكبر نادي في افريقيا واكبر نادي كبير وانا عندي طموح لاعمل حاجه كبيره. And also for me it's of course something special to be a part of a club with Captain Bibo. طبعا سعيد جدا وشرفني اكون في نفس النادي مع كابتن بيبو واحد من افضل رؤوس حربة في التاريخ يعني في تاريخ افريقيا وفي تاريخ العالم. انا سعيد اكون معاه في نفس النادي ده حاجه شرف كبير لي. And also of course I would like to thank Captain Mochagi, Captain Alawadi for a tremendous negotiation. طبعا بشكر باشمهندس خالد مرتجي وكابتن خالد العوضي على المفاوضات كانت بمنتهى الرقي وكانت هايله وكانت حاجه من افضل الحاجات اللي حصلت معاه في الكارير بتاعه في مسيرته. وحاجه زي كده بتظهر قد ايه الناس دي على مستوى عالي من الاحترافيه وبتظهر برضه بتعكس احترافيه النادي في التفاوض فهو بيشكرهم جدا على التفاوض السلس وكان على مستوى عالي من الاحترافيه. Of the whole club. And of course, many people has asked me, why do you choose Al Ahly? Why do you choose Egypt? And I. الناس بيسالوه انت ليه اخترت النادي الاهلي واخترت مصر عشان تيجي تتمرن فيها. انا شفت الجماهير حاجه مبهره وحاجه تشرف. انا اتشرف ان انتمي للنادي بجماهير زي دي. وانا بوعد الجماهير هبذل قصارى جهدي وكل دقيقه عمل عندي في النادي حد كل عندي علشان اخلي النادي يتقدم اكتر واكتر واحقق انجازات اكبر واكبر للنادي وللتيم للفريق وللجماهير وللنادي نفسه.